في التعود سريع على الجهة اليمنى، ملعوبة خطيرة، عبد الله محمد ياخذ كورة، يستلم كورة عبد الله، يدخل منطقة الجزاء، يحاول يمر وتسديد على المرمى، جول ثاني يترك نجران يعاني. الله عليكم يا ابن أتمير. أصبحت للمجزل قلب الدفاع إبراهيم برناوي، سعود المولد اللي يرتدي القميص رقم 80 الظهير الأول الجناح الأيمن. هذه كرة ملعوبة الآن خطيرة، تقول التعادل 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 يا عيني. ولكن كرة المجزل منظم الله عليه الدوسري، يلعب كرة الآن لماتشادو، الثاني قريب، كرة ملعوبة الآن، حاول فيها مر ماتشادو وفي المرمى، جول ثاني لنجم المجزل في هذه المباراة عبد الله الدوسري، يترك صايد الكبار يعاني.